إذا الكرة أمامية، أمامية جول ريال سوسيداد. وبأي طريقة ريال سوسيداد، وبأي طريقة يأتي هدف التعادل مباغت من إنيغو مارتينيز. إنيغو مارتينيز هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل من منتصف الملعب، هدف لا يتكرر كثيرا. شادو إنيغو مارتينيز يباغت إيرايسوس بطريقة جميلة وجميلة جدا، جيبها من الشبكة يا إيرايسوس. 1-1 بين الطرفين في ديربي الباسك الذي يعد بالإثارة والمزيد من التشويق مع مرور دقائق هذه المباراة. الأجمل في هذه الجولة، الأروع في هذه الجولة، هدف إنيغو مارتينيز من منتصف